السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، متابعين قناة أثاث الثقة، قناة أثاث الثقة خوتنا، قناة كل العائلة الجزائرية وقناة كل مصنعي الأثاث في الجزائر خوتنا. اليوم خوتي محل أثاث الثقة راه غني عن التعريف. اليوم راح تشوفوا خوتنا أمور حصرية في قناة أثاث الثقة. راح نديروا جولة على جيراننا اللي هما ثاني خوتنا يصنعوا الأثاث ويبيعوا الأثاث المنزلي. هذا هو محل أثاث الثقة، متواجد في القليعة حي كركوبة أمام مخبر تحاليل الدم. كما راكم تلاحظوا هذا البولفار كامل خوتنا، هذا البولفار كامل راهو معمر بالموبل. ثم اليوم خوتي راح نديروا جولة وراح يكون فيها أجزاء بإذن الله المحل. هاقول لكم الفرقة تاع محل أثاث الثقة حاضر الآن، تحية لكامل عمال النقل خوتنا. اي محل ما ظهرش في هذا الفيديو راح يظهر ثاني في جولات جديده، راح يكون في اجزاء باذن الله. هذا هو الجزء الاول. نبداو خويا محمد، نبداو خويا نروحوا باش نبداو اثاث شعبان هكذا خويا الجيران تاعنا، نبداو بهم كاع خويا، نبداو بخونا اثاث شعبان وباذن الله نديروا جولات في كامل محلات الاثاث تاع القليعه باذن الله. هكذا خوتي بسم الله نبداو عند اثاث شعبان. خوتنا وحبابنا كنا لهي امام محل اثاث الثقه، تزيدوا تمشوا شويه برك راكم تصيبوا هنا في لوكوا خوتنا محل اثاث شعبان اللي معروف بلي كاردروب، معروف بلي طاب دو كويزين. نهضروا مع الاخ شعبان شخصيا يعرفنا بالمحل تاعو اللي راه غني عن التعريف القليعه. على كل حال مرحبا بكم وعلى سلامتكم عندنا وشرفتونا في المحل عندنا ومرحبا بكم وتفضلوا خويا عبد الرحمن. الله يحفظك. هذو الله عندنا لي كادرو مع خويا عبد الرحمن كيما عودناكم معاكم مع اثاث الثقه، عندنا لي كادرو ديما في تخدموا معنا راهم كاينين. الله يبارك. كاين بليزيور موديل لهنا. نعم كاين في المارون في البلون. المارون عندنا في البلون، عندنا لي ديموشي خويا عبد الرحمن من الكبيره. من الكبيره الصغيره ما شاء الله ما شاء الله. هاي ليك هذه صغيره في المارون شابه بزاف. صغيره في المارون فيها البلون تاعها. كيما هذه شحال دير خويا؟ هذه 40 ملايين. الله يبارك. صغيرة وصغيرة. ما شاء الله. كاين في البلون هكا، كاين في التروا بورت. كاين التروا بورت هكا خويا عبد الرحمن. ما شاء الله. الأرقام على كل حال الأرقام راح نديروهم في أسفل الفيديو على أي سعر ولا يتصلوا. ما كان حتى مش خويا عبد الرحمن. هكذا. ميم هذا اللي كوفري كاين اللي كوفري. هذو عندنا خويا عبد الرحمن بالأد، عندنا مصابين وياهم اللي بالكوفري. هذا بوا 1000 كان. هذا بوا 1000 خويا عبد الرحمن. ما شاء الله. هاو ليكم خاطي شوفوا لونكادرومون ما شاء الله. لونكادرومون راه تشوف فيه ما شاء الله. تفضلوا خويا عبد الرحمن تفضلوا. ما شاء الله شوفوا خاوتنا محل معمر بلي كاردروب ليلي. ما جبت لنا والو نشربوا اخويا مرحبا بك. جيبوا لنا اخويا جيبوا لنا شويه عبد الرحمن. انا ما جاب لنا والو مستقبل. البارح شربنا الكازوز كيف هذو. اسمع هذو اثاث الثقه الله يبارك نسمع لكن نضيفوهم. هذو الله يبارك الله يعطيك الخير. انا جيران الله يبارك ما شاء الله. هذه كاردروب هذه كاردروب خويا عبد الرحمن شوفوا الله يبارك شحال كبيره. هذه كاردروب دو سبورت خويا عبد الرحمن الله يبارك. 12 باب 12 باب يعني وسته تاع خويا عبد الرحمن ودبلو با خويا عبد الرحمن. هذه فيها لي تيروار تاعها دبلو با خويا عبد الرحمن. شوف ما شاء الله نقدر نحلو بيد واحده ماشي حتى نحلو بزوج يدين. سما عندكم في لي بورت كوليسون ولي في لي بورت اوفر؟ عندنا هكذا عندنا لي بورت كوليسون خويا عبد الرحمن في القناه تاع اثاث الثقه مهبلين عليها سوبر بوزي يا خويا. لو كان توري لي كاش موديل عندنا لي موديل في السوبر بوزي بصح تعرف حبيبي نزلت هلا فيهم في البيت. شوف اثاث الثقه احنا شوف شرفتونا القليعه. الله يحفظك. مرحبا بكم عندنا خويا عبد الرحمن. اثاث الثقه راه معروف على كما يقولوا راه في العالميه راه في العالميه الحمد لله. هذا بفضل الله عز وجل. الله يبارك. شوف لي سوبر بوزي سوبر بوزي عندنا هذا النوع. هذا بواروج. هذا بواروج شحال دار هذا شحال؟ هذا فيه 65 65 كاين عندنا 65 65 عندنا 5 عندنا تاع 80 وعندنا حتى تاع 90 خويا عبد الرحمن. الله يبارك. فيه سوبر بوزي ومخدوم كيما هذا 65 شحال يدير؟ هذايا 65 33 الله يبارك. 33 خويا عبد الرحمن ما شاء الله. هذا اللي يجي ويقول لنا جينا من عند اثاث الثقه راح تكون عنده خصم وخويا عبد الرحمن راح يزيد يفهمكم فيه. بارك الله فيك. ماشي مشكل كاع خوتنا اللي يجي لهنايا يقول جيت من عند محل اثاث الثقه راح يساعدكم طري بيان. صافي بليزير هاك كليون. الله يبارك الله فيك خويا شعبان. صافي بليزير ان كليون يقضي عليك ويعاودوا لي شكرك. يعني ما شاء الله الله يبارك. وناس كيما يقول لك مام زاد ساعدنا وين صوالح الحمد لله لنا وكاع كيما الله يبارك. ما شاء الله. انا حتى مشكل وحنا ثاني مع اثاث الثقه مع اثاث الثقه ثاني احنا ما عندنا حتى مشكل والله يبارك. الحمد لله. وناس ما شاء الله ناس خدامه ناس كي نقولوا ثقه يعني كونفيونس بمعنى الكلمه بمعنى الكلمه. وحنا نعرفوا ماشي من اليوم الله يبارك راهم في 17 ولا 18 سنه هنا في مدينه القليعه بالتحديد في كركوبه هنايا 18 سنه
راه من خبره كبيره ما شاء الله. بارك الله فيك خويا شعبان، مرحبا بكم. راني نشوف حتى لي كوافيز هوليوود كاين. كاين كلش خويا عبد الرحمن. خوتنا هذا الكوافيز ستيل هوليوود ثاني حاضره عند اثاث شعبان. شحال دارت هذه؟ 2800 برك تدي كوافيز هوليوود وخدمه فيني خوتي. يا شوفوا ما من لهنايا فيها قاعده زجاجيه ترونسبارونت، خدمه ما شاء الله. خوتي رانا زرنا اثاث شعبان اليوم، راح تكون عندنا زياره اخرى ان شاء الله. الله يبارك حاج شعبان. الله يبارك، مرحبا بكم. الله يعطيك الخير الحاج. الله يبارك، مرحبا بكم خويا. مرحبا بكم. مرحبا بكم القلعة. الله يعطيكم الخير وبارك الله فيكم. وشرف كبير والله تنورت الحاج. بارك الله فيك خويا شعبان. هذه زيارة خفيفة وبإذن الله بإذن مام لي طاب لخوتي، كاين لي طاب لهنا. تاع الكوزينة، تاع الكوزينة خويا عبد الرحمن. مام ليكم لي طاب دو كويزين. على كل ما يخصوش من الطابوري والرواح، كاين كل خير، كاين كل خير. أو جاي سيدنا إن شاء الله، أو جاي رمضان إن شاء الله. وحنا اللي خصو طابلة، اللي خصو واللي عنده خويا عبد الرحمن هذه منبر، اللي عنده مرحبا به واللي ما عندوش مرحبا به. بارك الله فيكم. راك شوفوا خونا شعبان انسان ما شاء الله. بارك الله فيكم خوتنا. دوك نروحوا ثاني المحلات اخرى، تابعونا حتى نهايه هذا الفيديو خوتنا قبل ما نروحوا المحل اخر. راك تشوفوا هذا الطريق ثاني، هذا الطريق هذه قباله خوتي، راكم تصيبوا ثاني محلات على اليسار وعلى اليمين، اللي تصيبوا عندهم ثاني لي كاردروب لي زارجونتري لي زارجونتري دو كوان، كاين كل خير الله يبارك. مام خاوتنا في هذا الطريق ثاني، كاين بزاف جيراننا هنا عندهم كل خير، مرحبا بكم متابعينا. دوك نروحوا المحل الاخر خاوتنا، توجور رانا قدام محل اثاث الثقه اللي راهو هنايا، راح نشوفوا هذا لو ريون، نبداو محل اثاث السعاده خاوتي اللي راهو هنا كما راكم تلاحظوا فيه اثاث السعاده، حتى التسميات رائعه، اثاث السعاده، اثاث الحريه، الى للاثاث، اثاث ام القرى، التسميه جد رائعه خوتنا. ندخلوا المحل اثاث السعاده. الحاجه اللي لفتت الانتباه تاعي هي لي كامابي اللي عندهم شحال شابين. شوفوا خوتي لي كامابي هذو شحال شابين، كيما هذا الموديل في البواروج هذا ولا اه بواروج هذا شحال دار هذا خويا؟ 750 الف تشري كامابي في البواروج، وحاجه شابه خوتنا. عندكم ميم هذه خوتي في دو بورت اوفرون دو بورت كوليسونت كالعاده في محل اثاث السعاده. عندكم خوتي ثاني هذا الموديل ثاني في الابواب المفتوحه كما راكم تشوفوا فيه، في المارون كاين، في البلون كاين، على كل نوع عند جيراننا. روحوا لهنا مرحبا بكم، ها لكم 3 بورت في السامب والاسعار جد جد معقوله. شوفوا هذه شحال شابه ثاني خوتنا. على كل حال نزيدوا نروحوا المحلات اخرى ونتمتعوا مع بعض في جديد الاثاث الجزائري. واصلوا متابعينا الاوفياء، درك نزيدوا ندخلوا المحل اثاث الحريه. اليوم راح تفرحوا بزاف محلات متابعينا. شوفوا الله يبارك محل اثاث الحريه، محل الله يعطيكم الخير الله يحفظكم. راني نشوف هنا خير كبير، راني نشوف في خير كبير. شوفوا خاوتنا البواروج كيفاش يدفينا في القليعه، شوفوا لا فينيسيون خاوتنا ما شاء الله. كيما هاد لا شومبر شحال دير خويا؟ حنا يهمونا الاسعار. شحال دير هذا؟ شحال دير؟ الخايب اهلا 9 ملايين. 9 ملايين برك 9 ملايين والارقام نديروهم ماشي مشكل. بسومه ثاني شابه الله يبارك. وراهم الاثر، وراه 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 هذه هي 13. شوفوا خاوتنا الاثر ب 13 مليون حاجه في السهم كما راكم تلاحظوا فيه خاوتنا. كاين الخير، كاين الخير في القليعه، مرحبا بكم. كاين هذه هي لا شومبرا كوشي في ستيل هذا تاع لي لام بزاف هايله عندكم. كاين الخير، كاين الخير. شوفوا هذه هي في المارون ما شاء الله ما شاء الله، سلعة باهية بزاف. ومرحبا بكم في القليعة. هذه جولة خفيفة خاوتنا في محل اثاث السعادة. لي كانابي واش عندكم حاجة شابة؟ هذه شابة هذا الشومبرا شحال دايرت هذه شحال؟ 12 ونص 12 مليون و500 وتساعدوهم في التوصال وكاع تساعدوهم. تساعدوهم ماشي مشكل. شابة عبد الرحمن خويا هايلة هايلة الله يبارك هايلة خدمة ما شاء الله. الله يبارك خويا الله يوفق حبيبي. قول لي هذا كانابي شحال؟ 550 بواروج هذو؟ ها خاوتنا ها لي كانابي في البواروج وكوفري بسعر 550,000 عند اثاث الحريه بالقليعه، راهم قدام اثاث الثقه. اصلوا مع المحلات، دوكا رانا في محل ايلاء للاثاث كالعاده امام اثاث الثقه اللي راه في هذا لو كوتي. خاوتي شوفوا الدخله شحال شابه، الدخله بلي بوف ما شاء الله، شغل دخلة شاهي تشجع الإنسان على أنه يدخل يدير جولة في محل تاع الأثاث ولما لا يشري ويستمتع. خوتنا شوفوا لا شومبرا كوشي هذه اللي حبيتوها بزاف. شوفوا شوفوا هذه، هذا الموديل سمينا عندنا طروادي، هذا الموديل
هذا الموديل بزاف هايل خويا. خونا واش راك لاباس؟ لاباس الله يحفظك. هنا يعني رانا عند خونا قاضي ما شاء الله ما شاء الله. هام ليكم لي شومبر على كل نوع وعلى كل لون. الحاجه الشابه في هذا المحل هو انه لي شومبر هذو ما خاوتنا كامل الصناعه تاعهم متقونه وكامل، ماشي هذيك خدمه تاع صندوق، لا لا. تصيبوا هنا ديكوب 45، تصيبوا ديكوب لهنايا في زوايا ماشي 45، زوايا اخرى، خدمه بزاف متقونه عندهم في النوار في المارون. مرحبا بكم، هكذا نجولوا جوله خفيفه. شوفوا لي كوافيس تاع لي شومبر على كل نوع ثاني، ميم لي تاع دو بلاص. هذا لي تاع دو بلاص خويا، هذا سري تاع دو بلاص هذا حبيبي. شحال دار هذا يا؟ هذاك 26 في الاتر، هذا بوا اتر بزوج ملايين و 600 برك، 2,600,000. كاين الخير. شوفوا البوف هذا شحال شباب ثاني، ما شاء الله ما شاء الله، يعني سلعه هايله. وانا نشوف باللي معظم لي شومبر اللي عندكم فيهم لو بتي دوسي كوفري، ها عندهم ما في الفانكي خاوتي. مرحبا بكم هنا في هذا المحل اللي محل ايلاء للاثاث، تصيبوا فيه غير جديد بيان سور. شوفوا خاوتنا هذا لا شومبر ثاني، التصميم تاعها موديرن، ولد كي العاده. الارقام راح تشاهدوهم الان في التعليق، عفوا في اسفل الفيديو. هكذا طابلو باس، ها كاين كل خير لهنا، لارتيك كل حاجه عندها علاقه بالاثاث. ولي كانابي كاين كوكي راسي لي كادافي. شحال هذا الكانابي خويا؟ هذا 680. 680 راكم تشوفوا خاوتنا الاسعار راهي غير تهبط. هذا في البواروج، باروج هذا خشب احمر خاوتنا بسعة 680,000 ما شاء الله. اتصلوا بهم في الارقام وماشي مشكل. هم هنا يتهلاو فيكم هذو احبابنا وجيراننا، وما ندوكم غير عند ناس ثقه باذن الله وماشي مشكل خاوتي. اي حاجه ولا عم عندكم الارقام ويوصلوا لكم ماشي مشكل. هكذا نروحوا خاوتنا لمحلات اخرى باذن الله. الان بعد ما كنا عند ايلاء للاثاث، درك رانا هنا عند خونا عبد القادر الله يبارك ثاني، عندو راني نشوف هنا في اون شومبر في لا كولور نوار راهي حاضره لهنا خاوتي. عندكم هنا بليزيور موديل ثاني في المارون في التروا بورت في الساب، كاين كل خير ما شاء الله. كاين هذه اللي في لا كولور بيج، كاين الخير كاين الخير. مام يجيب لي كاردروب، يجيب لي كاردروب ثاني، يجيب شفت مام يجيب دي طابل باس حاجه شابه ويصطاليهم لهنا ما شاء الله خاوتنا. دوكا نواصلوا ثاني الجوله تاعنا في محلات اخرى. الجوله راح تكون هايله وراح يكون فيها غير لي زافير متابعينا الاوفياء. خوتنا كالعاده مازلنا توجور في المحلات المحيطه بمحل اثاث ثقه. هاوليكم محل اثاث وائل. هذا المحل خوتنا راهو معروف هنا امام محل اثاث ثقه، محل ثاني رائع بزاف. رانا هنا مع خونا اسماعيل اللي راح يعطي يدير لنا جوله على المحل تاعو. تفضل خويا اسماعيل. مرحبا بكم عندنا في اي وقت. بارك الله فيك. عماد وفي لا توليق. ما شاء الله ما شاء الله. راني نشوف هذا لا شومبر بزاف شابه، سيرتو الباب تاع الوسط تاعها هايله هذه. شحال دارت هذه خويا اسماعيل؟ هذه دارت 13,800. خير يدهش والله غير الخير يدهش. ب 13,800 بيساعدوكم، نتهلاو فيهم. انا كاين اهم حاجه انه المتابعين تاع اثاث ثقه نتهلاو فيهم في الاسعار. وكاينه حاجه ثانيه، البروتوكول الصحي كاين خويا. بيان سور بيان سور. ما شاء الله. خويا الله يبارك. ان شاء الله. سوا سوا. خويا برك هذه في الباج، هذه في الباج. في الباج ها لي شومبر في الباج راهم كاينين عند جيراننا. طلبتوا منا بزاف دي شومبر في الباج ما حضرنا لكمش، بصح عن جيراننا تصيبوا في البيج. هاو كاين الخير ها. ميم هذه فيها بتي دوسي كوفر. فيها بتي دوسي كوفر. ما شاء الله. كيما هذه شحال دير هذه 4 بورت؟ هذه دارت 15,200 وفيها مساعدة. 15,200 وفيها مساعدة ثاني في الكات بورت كوليسو. هاي في الكوفيس. ما شاء الله، شوفوا بتي دوسي تاعها فيني فيني. بيان فيني، ما شاء الله. هذه العالمية خويا. هذه هايلة هاد لاشون. هذه الاحتراف. هذه بواروجا بصح فينيسيون اللي ما يعرفش يحسب حياته. اللي ما يعرفش يقول لك هذه مخدومه بالاثاث. ما شاء الله. ما شاء الله، عجبتني الباب تاع الوسط تاعها لهنا. ميم خاوتي الحانوت هذا كي تدخلوا له راهو حانوت مشروح ما شاء الله. ميم خاوتنا ناس ويتهلاو فيكم. شوفوا في التحت عندكم ثاني دو تيروار. كيما هذه شحال دارت؟ هذه دارت 13,500. 13,500 هذه هي. خاوتنا راح نحط لكم الارقام كالعاده تحت في اسفل الفيديو، اتصلوا. لازم تهلا فيهم خويا اسماعيل. مرحبا تهلا. لازم تهلا فيهم خويا اسماعيل. شو هذه؟ هذه راح يهبلوك عليها هذا الشومبر. هذه لابونش. هذه هذه راح يهبلوك عليها.
عجبني الاسعار يا خويا المغيره خويا خاوتنا برك نعطيكم معلومه ما اتصلوش في بينا في الارقام تاع محل اثاث الثقه على جال هذه شومبر اتصلوا بهم ديريكت الارقام تاعهم راكم تصيبوهم في اسفل الشاشه كاينه هذه احنا دايرين بروموسيون هذه ديريكت هذه ستي تاع امبورطاسيون ديريكت احنا دايرين بروموسيون شحال هذه دارت احنا دايرين 11800 11800 هذه راهي بالاجديه في خاوتنا ب 11800 برك الله يبارك خويا اسماعيل نشكرك على الاستقبال هكذا خونا مرحبا ما كاش كاع كالعاده اتصلوا به وماشي مشكل يتهلا فيكم يساعدكم خاوة خاوة باذن الله صحيح بارك الله في خويا اسماعيل ان شاء الله ونزيدوا ان شاء الله كاين فرص اخرى نزيدوا نتلاقاو فيها ان شاء الله وكاين فانيك لي موديل داخلين ان شاء الله جديد ان شاء الله مع اخوكم اسماعيل فانيك ان شاء الله بارك الله بارك الله فيك خويا اسماعيل صح السلام عليكم خوتي كالعاده توجور مقابل محل اثاث الثقه هنا عند خونا موبل عبدو كما راكم تشاهدوا فيه هذا خوتي راهو تقريبا الاختصاص تاعو شنو هو لي زيليمون هكذا تخدموا سير ميزير الله يبارك ميم سير ميزير كاين لي كولور هكذا حاجه بيرسوناليزي نورمال عجبني هذا في الكري هذا هايل الله يبارك هذا بينهم خويا حسين كيفاش داير الكري راهو على مود هذايا ما شاء الله شوفوا ميم لي راهي حاجه ما شاء الله خويا رايحه في الكرينا خويا الله يبارك شابه هذيك ثاني شابه ولي مبلتيلي كاين مبلتيلي هبلونا على مبلتيلي في اثاث الثقه هبلونا عليهم هاهم ليكم خاوتنا لي مبلتيلي كاينين انفا كيما زعما هذه شحال دير هذه كيما هذه نحسبوا فيها لهنايا حتى 11100 هذه شحال فيها كاطول 1 متر 50 هذه تقدر ترفد لك حتى تيليفزيون تاع 65 بوس ترفدوا عادي ما شاء الله الله يبارك كاين صغيرة ها ليكم خاوتنا ميبل تيلي في الصغيرة ثاني ها كاين الخير ما شاء الله هم لي زيليمون ثاني لهنايا على كل نوع لي زيليمون كيفاش البيع تاعهم كيفاش الأسعار تاعهم كاين هذا نعم هذا نحسبوا فيه لنا حتى 500 كاين هذايا في الطروابور نحسبوا فيه حتى 600 الله يبارك كاين هذا في الامتر 700 في سامبور في امتر 600 شغل الاسعار معقوله وانا نشوف قد ما تكبر قد ما يكون السوم ماشي يا فاني في الهي جلوز هذوما بالميرامين كاين هذوما في الهي جلوز لي كولير كلش ديسبونيب نخدموا سيرفيس ثاني كوزينات كومبليت تخدموا دي كويزين ايكيبي كاع نخدموا كويزين ايكيبي ما شاء الله المتناول خويا اسعار في المتناول المتناول شوفوا وين كي تدخلوا لهنا للقليعه راح تسيبوا لافير اون فاس اثاث الثقه يا خويا بارك الله فيك نشكرك على حسن الاستقبال الله يحفظك وما شاء الله احسن جيران في العالم الله يحفظك بارك الله فيك صحيح خوتنا الان رانا قدام محل اثاث سلسبيل هذا المحل كالعاده ثاني امام محل اثاث الثقه هكذا خوتنا هاو لكم الاخ اللي راح يعرض علينا المحل وخونا ثاني بنا ما شاء الله الله يحفظكم خوتنا لاباس ما شاء الله الله يعطيك الخير احمد داوي صافي خويا لاباس الله يحفظكم خويا لكم خوتنا خويا احكي لي هاد لا شومبر شابه في لاكولور بلونش شوفوا خوتي الدخله اي شومبر بزاف باهيه عجبني الكوتي تاعك فاش رايح هكذايا خدمه ما شاء الله ما شاء الله واش كاين ثاني لي شومبر في المارون ثاني الله يبارك على كل نوع وعندنا اوفرود ثاني مهداوي خويا هاي احكي لي على اوفرود بزاف لي شومبر في لي بورت اوفرود بزاف دوموند يا خويا امريك خويا كيما هذه شحال دارت هذه هذه سوداء ما شاء الله شحال ما بي معقول جدا قول لي قول لي هذه حتى 18800 نحسبوها الله يبارك في ترانزمي صفقة عندنا هذه اوتر موديل تاعها صح شوف الله يعطيك في المتناول خويا اسعار في المتناول في القليعه خاوتنا مرحبا بكم عند جيراننا كاين في البلون ثاني في الاوفر هذه شحال فيها شحال فيها متراج فيها ديك كاتريفا 283 في الاوفر راسي براسي داخل الله يبارك الله يبارك ما شاء الله الله يبارك خاوتنا ارواحه في عند هنا في المارو تاعها هاولي في المارو كاين ميم المارو في هذا السلسبيل راح تصيبوا غير لافير مرحبا بك هذا مش ثاني تاع هذا ديجا صافي سيزون ملي شراني الله يبارك وعاود رجع ديجا شمبر خويا ان شاء الله ان شاء الله يا خويا بالبركه يا خويا بالبركه عليكم خوت هذه ومرحبا بكم في القلعه راهي شني باقي والله ما ضرها والو الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك ها الله يبارك خوتنا هنا يعني صدف نعم خوتنا كانت جوله رائعه عند محل سلسبيل اللي راهو جوست اون فاس المحل اثاث الثقه وهنيكم هنا اثاث الثقه اون فاس ليه شكرا خوتي نروحوا لمحل اخر الان متابعينا الاوفياء رانا امام اثاث القدس اللي راهو من اعرق المحلات هنا في القليعه في مجال الاثاث المنزلي خوتنا راح تصيبوا عنده كلش كاو ملبوف
حتى لا شومبرا كوشي. ها كيما راكم تلاحظوا هو متقسم على زوج، عنده دو شوروم، عنده هنايا وهنا هكذا خاوتنا. نديروا جوله على لو بريمي شوروم اللي هو هذا، هو خاوتي راح تصيبوا فيه. خاصه الحاجه اللي لفتت الانتباه تاعي هي لي طابل سالامونجي. بابي خويا عبد الرحمن ما شاء الله، الله يحفظكم خاوتنا. هاهم لكم لي طاب دو كويزين اكستنسيبل اللي بزاف حوستوا عليهم. هاهم لكم هذا طاب دو كويزين اكستنسيبل. هذا الصنع تاعهم وين هذايا؟ هذا ندينا حتى الثملاي. لا شحال هذا دار الثملاي؟ الثملاي مبارك خاوتنا. الارقام راهم في تحت في الفيديو تحت هكذا خاوتي. ورونك كيفاش نحلوا برك اكستنسيب، تنحل بهذه الطريقه. الثملاي برك هنا عند اثاث القدس. شوفوا كاين لي كولور، كاين مام لي موتيف يختلفوا، وعندكم مام راني نشوف هنا حتى لي كاردروب. الله يبارك. شوفوا لي طابل دو كويزي، طاب صالا مونجي. قرب رمضان خاوتنا على بالنا، هذه امبورطاسيون عاديه مستورده. ها عندكم الناس اللي تحب حاجه مستورده، هاهم لكم هذو مستوردين. عندكم لهنا تمام لي كاردروب على كل لون وعلى كل نوع ايضا هكذا خاوتي. مام ليلي راني شاد هنا في ليلي لي كومود، مام في لا كولور بلونش. هاهم لكم ليلي كاين كل خير. هذه شومبر دونفون ولا لي برك؟ شومبر دونفون. هذه فيها ارموار واللي وطاب دو نوي هكذا. ارموار لي وطاب دو نوي ما شاء الله. كيما هذه شحال السعر تاعها؟ هذه الارموار دايرينها 68 داكور، واللي دايرينها 35 35 فيه 4 بيس ما شاء الله. سما فيه سيمي كوفري، فيه الماتلا، فيه طاب دو نوي، فيه لي. الله يبارك. هذو بواتر ما شاء الله، هذو فلوات. خذنا اسعار جد معقوله هنا في القليعه. مرحبا بكم، راهو هنا اثاث القدس، اثاث الثقه، وتحطوا شويه تصيبوا اثاث القدس على يدكم اليسار. نزيدوا نشوفوا خاوتنا لو دوزيام شوروم تاع اثاث القدس. خاوتنا هنا رانا في لو دوزيام شوروم تاع اثاث القدس متابعينا الاوفياء. هم عندكم لهنا لي صالون كيما هنا خاوتي في ست بلاص. عندكم لي ال، هذا ال ثاني بزاف شباب كيما راكم تلاحظوا فيه الان. عندكم ميم لي ليفينغ، طلبتوا منا بزاف لي ليفينغ ولي موبل تيلي اللي ما راهوش من التخصص تاع محل اثاث الثقه. هاهم لكم لي موبل تيلي هذوما، هادو في لامبورطاسيون حبيبي، امبورطاسيون ما شاء الله. هم عندكم بليزيور موديل، اي موديل عجبكم اتصلوا في الارقام اللي راهي في اسفل الشاشه عبد الرحمن، وبعثوا لهم ميساج في الفايبر. نعم خويا. الاسعار خويا يفتي على الاسعار، اسعار باينه معقوله في اثاث القدس، معروف بالاسعار تاعها المعقوله. 27 شوف 27 خير يدهش خاوتنا، جايه من الخارج لا طاكس، الدنيا تلحق. انا 27 الحمد لله يا ربي، هذا كامل بفضل الله عز وجل. هاهم لكم خاوتنا لي ليفينغ، هاهم لكم هاهم لكم لي ليفينغ. هذه ما شاء الله هذا الموديل، شوفوا هذا ميم فهمني فيه شويه، فيه لومبلي، فيه لومبلي، فيه لومبلي تمشى في البلوتوث، البلوتوث على الراديو. الله يبارك. ها شوفوا فيه لومبلي درت 10 مليون 10 ملايين 10 ملايين يا خويا ما شاء الله. الله ما شاء الله. عندنا لي موديل بليزير موديل، هذو في 240 وعندنا في 240، هذو امبورطاسيون امبورطاسيون ما شاء الله. كاين واش كاين فيه دو في دو 240 دو 10 دو 80. الله يبارك. كاين في المارون في البيج. الله يبارك يا اخي، الله يبارك ما شاء الله. كاين مام هذا ثاني واسع الله يبارك. هاهم لكم مع اثاث الثقه تتجولوا ما شاء الله. نحطوا تحت كاين مام تحت السوسور. الله يبارك. نديروا جوله ثاني مع خاوتنا هنا يا جيراننا. شوفوا الله يبارك ما شاء الله، خير كبير راهو هنا خاوتي. كاين كل الخير لهنا في اثاث القدس. هاهم لكم لي شومبر هادو في 2 متر 20 هذه 2 10 2 10 2 متر 10 امبورطاسيون، هذه تيرك هذيا تيرك. هاي لكم تحوسوا اللي عندهم ما عندهمش لي تساع 2 متر 10. هاي لكم اي شومبر كانت 18500، شوفوا التخفيض شحال ب 15500 في الامبورطاسيون ما شاء الله. الناس اللي ما عندهمش لي تساع 2 متر 10 اون شومبر كيما هذيا دو بورت كوليسونت. كاين هذه ثاني الله يبارك، شوفوا لاكوافيس تاعها شحال شابه ما شاء الله خويا. الله الله يبارك خاوتنا. هام لكم ثاني لي ليفينغ على كل نوع. الله يبارك الله يبارك ما شاء الله، ما شاء الله على كل نوع. وكان نقعدوا نحبسوا قدام وحده راهو الفيديو ما يخلص هكذا ما شاء الله. هذا هايل الله يبارك. احنا ما نرضيو كيما يقول لك مشتريات تاعنا. شفت كي دخلوا القليعه هذاك هو البليزير تاعنا، الفرحه تاعنا، هذا الفرحه تاعنا هذيك هي ما شاء الله. كاين هذا الموديل هذا، وهذه ارجنتري هذه
ليفينغ ثاني ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك. خوتنا كانت جولة رائعة هنا عند أثاث القدس، نشكرهم ثاني على حسن الاستقبال والمعاملة. خويا الله يحفظك، هنا حاجة هنا حاجة نوصلك عليها، كيجوا المتابعين تاع أثاث الثقة لهنايا تهلانا فيهم هذا ماك بلا مزيتنا هذيك بلا مزيت ورا معدنا الرسول هذيك 15500 الرسول يحوس كي يجوا يزيدوا ريكلو روح كي دابا شوف الثقه والقدس خاوه الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الله يبارك خوتنا نزيدوا نروحوا المحلات اخرى ما شاء الله. خوتنا الان رانا في محل يعني الراعي الرسمي تاع الامبورطاسيون هنا في القليعه الله يبارك. شوفوا خوتنا هذا هو محل مهدي موب، هذا معروف بالامبورطاسيون، راح تسيبوا عنده كلش من لاطاب دو كويزين راكم تشاهدوا فيها الان توجور فليكستونسيبل، قرب رمضان تحبوا بزاف هذه لي موديل، حتى لي شومبر راكو شي خوتنا. شوفوا الله يبارك ما شاء الله هذا المحلات كامل تابع المحل مهدي للاثاث اللي راح تصيبوا فيه حاجات في الامبورطاسيون باسعار جد معقوله. ندخلوا لهنا خاوتنا مالغريكم ما دخلناش من المدخل الرسمي ولكن ندخلوا من هذا المدخل اللي شوفوا خاوتي لفتوا انتباهي هذه لي شومبر. شوفوا خاوتنا هذه راهي فيها 2 متر 10 2 مترات و10 في الامبورطاسيون ما شاء الله ما شاء الله. عندكم ثاني كيما هذه شحال دير خويا هذه؟ ساعد لي المتابعين 1500 لافير في الامبورطاسيون 15800 لافير تاع لافير. لازم المتابعين تاعنا تاع الثقه كي يجوا لهنا نساعدوهم لا اسعار حصريه للمتابعين. ها عندكم ثاني خوتي بليزيور موديل تاع لي شومبر في الامبورطاسيون. الامبورطاسيون اللي معروف بلا فينيسيون حاجه فيني الله يبارك. شوفوا خوتي كاين بليزيور موديل كيما هذه هايله هذه ما شاء الله شابة بزاف. كيما هذه شحال دير خويا؟ 16.5 شحال فيها الميتراج؟ 2 متر 30 ها 16 مليون و500 1.60 سير 2 متر 1.60 سير 2 متر الله يبارك. كاين بزاف لي دومونديو لي لي تاع 1.80 عندكم اعطيني امثله. ها هو الموديل كيما هذا الموديل هذه فيها 1.80 سير 2 متر البنك تاعها جديده مونطيناها جديده ما شاء الله افتح الله يبارك عبد الرحمن. شوف مع البوف الله يبارك هاي طبل دنيو تاعها الكوتيني منها هي ولا كوافاز البوك تاعها كبير ما قدرناش نمونطيوه. هاو 1.80 متر الله يبارك هاي كوافاز تاعها هاي دير 29 مليون هذه كانت 30 مليون هاي بروموسيون 29 الله يبارك هي 3 بورت كونديسونت ما شاء الله ما شاء الله بلا ترينغل كلش ما شاء الله. ها وليكم خاوتنا اللي تحبوا ليلي الكبار اللي تحبوا حاجه في الانفورماسيون 2 متر 70 باش طلعوا حسابكم لي ميزور الارقام 1.82 متر هاي طابل دو نوي تاعها يجي زوج كيما هكذا وحده منا وحده منا باللاد اللاد بالتوش شغل ديجيتال هكذا كانت مونتيا كومبلي مي لا غالب ليسباس ما كاش ما كاش كيفاش الله يبارك خاوتنا. الحاجه الشابه في هذا المحل راح تصيبوا كل حاجه تصيبوا لي طابلو باس كل حاجه عندها علاقه بالاثاث في هذا المحل حاضرة لهنايا. نقدم تحية كبيرة خوتنا للأيادي الجزائرية مام خوتنا للناس اللي راهي تستورد لنا هكذا تحف باش يكون في السوق الجزائرية كاين التنوع ما شاء الله. هذا الموديل ثاني شباب هذا أرماني هذه أرماني 2 متر 10 2 متر 10 طبل دنيو كوافاز البنك تاعها كوفري كيما هذه شحال دارت؟ دارت 12 مليون 12 مليون برك 12 مليون تدي شومبرا في الامبورطاسيون وليكم متابعين بين بليت هلا فيكم تهلا فيهم كي يجيك واحد من عند الثقة من اليوتيوب اتهلانا فيه جارنا الله يحفظك. عندي بورتوسيو ثاني امبورتاسيون عاملي موديل شوفوا هذا الموديل شحال لي كولور هذو باعين بزاف هذي كولور هبال هذي هذي ما شاء الله. قول لي برك لي طاب دو كويزين قرب رمضان لي طاب دو كويزين بزاف لي موديل في الامبورتاسيون ان شاء الله عندنا ما شاء الله لا سيمين بروشان ان شاء الله كاينين عندنا بزاف لي موديل ولي ما بلتي لي 6 8 4 ما بلتي لي من ايه نروحوا الكوتي اللي مليه. ها وليكم خاوتنا المحل هكذا تخرجوا تدخلوا في هذا لو كوتي بزاف يحوسوا هكذا الناس هذا الجعل ولا هذا شحال دارت هذه؟ هذه دارت 49 برك 900 وهذه 98 ما شاء الله ثم مكا حتى مشكله المساعده رجليكم تهلانا في خوتنا متابعين اثر الثقه. نشوفوا واش قلنا نشوفوا؟ لي موبل تي في لي موبل تي في واش كاين؟ ها عليكم خوتنا ها المحاكاه ديريكتومون ميم موفركم انا تلفزيون باش تشوفوها ميم كيفاش تخرج ما شاء الله. كيما هذا الموديل شحال دار؟ هاو فيها البري
هذه دارت 10 ملايين و800 10 ملايين و800 خوتنا محل كبير محل كبير ما شاء الله وفيه كل خير الله يبارك كاع فيهم لي كولار كاع ما شاء الله ما شاء الله هم لي ليفين قال لكم عند خونا مهدي موبل لاباج فيسبوك تاعنا تاعهم اسمها موبل مهدي هكذا الله يبارك والارقام راكم تصيبوها اي حاجه عجبتكم كابتير عيط له بعثها له ثلاث بعثها له في الفايبر ولا ويتهلا فيكم نشكرك خويا على حسن الاستقبال بارك الله فيك بلا مزيه خويا مرحبا الله يعطيك الخير مام السوم الفريم شي مشكل ليكم تهلا فيكم مليح ان شاء الله بارك الله فيك الله يحفظكم وذوك نروح بزاف لي موديل تاع اللي طابل السمانه الجايه ان شاء الله ان شاء الله نوفو موديل طابله تاع ماليزيا طابله تاع ترك طابله تاع لاشين الاسبوع القادم سي سكات عندنا موديل كاين كاين السمانه الجايه سبيسيال تاع رمضان الله يحفظك وفي تخفيضات ان شاء الله فيها تخفيضات كبرى شوفوا شوفوا القليعه الله يبارك القليعه كي قرب رمضان ما يستغلوش الفرصة أنهم يضعفوا الأسعار ولا لا 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 لا. بالعكس المساعدة ثم المساعدة دوكا خاوتنا نروحوا المحل آخر وبارك الله فيك خويا الله يحفظك يا ربي سهل الله يعاونك شكرا خاوتنا متابعينا الأوفياء الآن رانا قدام أثاث قلعة زيان هذا المحل المعروف خاوتنا بالخدمة تاعو اللي بزاف هايلة كما راكم تلاحظوا فيها الآن والمحل هذا متواجد بكل بساطة أنفاس أثاث ثقة راهم جيراننا أنفاس لينا خاوتنا عندهم الله يبارك كل خير عندهم ميم كما راكم تشوفوا لهنايا لي زيليمون الله يبارك خدمة ما شاء الله شوفوا عندكم ميم حاجة اللي عجبتني لهنا هو لي طاب دو كويزين في البوار شوفوا هذه متحوفة صغيرة متحوفة كيما هذه شحال دارت خويا خويا مرحبا بك الله يحفظك خويا نعم طابلة بواروج ام ادفا دارت 1280 بربع كراسة كاتشيز ها 12 180 ألف تدي طاب دو كويزين في الكاتشيز شوفوا الله يبارك لاشيز تاعها خاوتنا ماشي خدمة وخلاص حاجة اللي صحيحة الله يبارك حاجة اللي فيني وصحيحة وعندنا لي موديل خويا نعم وعندنا لي موديل ثاني لي موديل أباري طاب دو كويزين كاين لي زيليمون كاين لي زيليمون خويا وريلي موديل شباب موديل شباب المتابعين تاعو خويا موديل شباب ها وليكم شوفوا خاوتنا خاوتي في الاتر بو ات عندنا من اي بورت حتى لسي بورت ما شاء الله في الاتر كاين بالتيروار وكاين بلا تيروار سي بورت في الاتر شحال دير لي زيليمون سي بورت في الاتر فانتيميل خاوتنا ويساعدوكم انا شو كي يجوكم من اثاث ثقه ديال لوبري شباب هادو احبابنا ونتهلاو فيهم هذه جوله احبابنا معانا اليوم في المحل تاع القليعه ومازال كاين جولات اخرى باذن الله هم ليكم ثاني هنا في البواروج الله يحفظك خويا بارك الله فيك ها كاين كل خير لهنا خبروا هذا وصافي يدير لي طابوري تاع واحد يدخلوا الداخل ايه يدخلوا الداخل دو طابوري بلوس دو تيروار و بلوس غانيك زيد تريا هكا الله يبارك و برودوي لوكال برودوي تاعنا قليعه حلي ما شاء الله برودوي محلي مصنوع في القليعه الله يبارك هذه شحال دارت؟ هذه دير 12800 باسكو فيها 12000 100 ليزون ما شاء الله وفيها تاع 4 طابوري تاع تيروار الله يبارك كليونت من هنايا فوالا ما شاء الله ما شاء الله 16100 الحمد لله وتزيدوا كي تجوا لهنا يزيد يقلع لكم نصيب شوفوا الطابوري كيفاش داير خالتي برودوي لوكال حاجه صحيحه الله يبارك خوتنا نواصلوا الجوله الثانيه عند اثاث قلعه زيان الله يبارك خوتنا محل كبير الله يبارك وعندهم كل خير شوفوا برك منا ثاني خوتي هم عندهم منا يا لي زارموار لي شومبر لي صالون كل حاجه عندها علاقه بالاثاث مام لي طاب سالامونجي عندهم ثاني كاين كل خير مرحبا بكم في اثاث قلعه زيان مرحبا بكم عند خوتنا هنا ويتهلاو فيكم قولوا برك جينا من عند محل اثاث ثقه يساعدوكم مليح مليح هكذا خوتي نتلاقاو باذن الله في محل اخر متابعينا الاوفياء خاوتنا متابعينا الاوفياء الان رانا عند موبل الفتح اللي متواجد كما قلت لكم انفاس محل اثاث ثقه هاو لكم اثاث ثقه وهاو لكم موبل الفتح الحاجه اللي تاتي لي من برا هو هذا لي موبل تيلي اللي راهم هنايا اون بواط دائما خاوتي ننصحكم في البرودوي لوكال سي فري كو لامبورطاسيون في لا فينيسيون كاع بصح اللوكال دائما هكا قلبنا يحن الى لو برودوي لوكال لانه صحيح وفيني ونشجعوا المنتوج المحلي متابعينا الاوفياء كالعاده راكم في القليعه راكم تشوفوا مام هنايا لي كانابي
متوفرين على كل نوع، كاين اللي كوفري وكاين اللي ماشي كوفري، هكذا خاوتي تو كاين كل نوع لهنا. الله يبارك خاوتنا، ميم لا فينيسيون تري بيل فينيسيون. وعندكم ثاني هنا ثاني دي موديل تاع لي كانابي. بالنسبه خاوتنا الاسعار اتصلوا بهم، هاو الارقام عندكم تحت لي نيميرو اتصلوا ويساعدوكم يساعدوكم. أتى الثقة قناة العائلة الجزائرية، قلنا لكم خاوتنا ما نبخلوا عليكم حتى حاجة، كاين كل خير لهنايا، هاهم ليكم لي زارموار في الدو بورت، كاين كل خير. شوفوا هذا الشيفونيال هذه شحال شابة، بزاف هايلة، إن شاء الله. لي كانابي هذي أنواع وأنواع عديدة متابعينا الأوفياء، هذا المحل الله يبارك راه فيه. دو فاصاد مرحبا بكم عند هنا عند موبل الفتح اللي راح تصيبوا عنده كل خير. كما قلت لكم خاوتي راهو لهنا اون فاس محل اثاث الثقه. احبابنا متابعينا الاوفياء الان رانا قدام محل اثاث المدينه اللي الله يبارك خاوتنا. هذا المحل معروف بالاناقه تاعو، معروف بالسلعه الشابه اللي عنده، يخدم غير اللوكس الله يبارك. وين متواجد اثاث المدينه؟ قبل ما ندخلوا نوري لكم بلاصه تاعو وين جايه. أثاث ثقة خوتي راهو هنايا، راهو هنايا تحت تدخلوا مازنيقة لي اون فاس أثاث ثقة، راح تصيبوا لهنا أثاث المدينة اللي متكون من زوج محلات، عندكم هذا المحل وعندكم هذا المحل هنا أيضا متابعينا الأوفياء. ندخلوا لهنا خوتي للمحل الأول اللي راح على بالي، تعجبكم السلعة بزاف بزاف، عنده هنا سيرتو لارتيكل خوتي أناقة وفخامة، وعنده لي طبل باص اللي معروفين واللي محبوبين بزاف من عند المتابعين تاعنا حتى هانيكم. طبل الباص موديل إيكراك. وأجمل حاجة شابة خوتنا في هذا المحل هي حسن الاستقبال، خوتنا الله يبارك هنا استقبلونا ما شاء الله، عندهم ميم لي شومبر في لامبورتاسيون، هذه شومبر شابة خويا. شحال دارت هذه يا خويا؟ 23 خويا 23 بصح ترونجيو حبابنا كي يجيو كي يجيك واحد من عند اثاث الثقة تهلانا فيه الله يحفظك. حنا هذا هو أهم شيء، حنا علاش خرجنا خوتنا يتجولوا معنا في المحلات باش تتهلاو فيهم. كاينة هذه برودوي لوكال، هذه باينة في الآتد ناصحة كيما يقول لك. هذه شحال دارت خويا؟ 19 ونص خويا 19 ونص اون شومبر في الآتر في الكات بورت سين فيها المساعدة. الله يبارك، سمع هذه الأسعار يلاه نخبوا فيهم. هذه الشابة هي المساعدة، هاهم ليكم لي طاب جيكون، طاب جيكون على كل نوع الله يبارك خوتي. والأرقام تاع هذا المحل كامل راهم في أول عفوا في أسفل الشاشة. هاهم ليكم هذا لاجون في ديكون شحال شابة، شوفوا خوتي شابة هذه شحال دارت خويا هذه في الآتر؟ 3200 برك 3200 كاين كل خير. لي طابل صالا مونجي هذا الموديل ثاني هاي شحال دار هذا خويا هذا الموديل؟ 8500 وفيها المساعدة. ها الله يبارك، ها افرحوا مع أثاث الثقة اللي تخرجكم تتجولوا وعند ناس ثقة خوتنا. أثاث المدينة لهنا أرواحوا خوتي أرواحوا مغمضين عينيكم. كاينه هذه خاوتي شومبر في لامبورتاسيون معروف هذا الموديل شانيل، شحال دارت هذه حبيبي؟ 22 و800 وفيها المساعده بياسي. مرحبا تهلاونا في احبابنا، ساعدونا احبابنا هذا ما كاين. هذه لارجونتري، هذه واش من لاكولور؟ في لاكولور غريز هذه ولا في البلون؟ في البلون في البلون. شحال دارت هذه خويا؟ 7 ونص. 7 ونص لوكال هذه ولا امبورتاسيون؟ امبورتاسيون ما شاء الله، خدمة فيني الله يبارك. نروحوا دوكا المحل أثاث المدينة الثاني. بسم الله، نروحوا المحل الثاني تاع أثاث المدينة كيف كيف خاوتنا. الحاجة الشابة اللي تلفت في الانتباه هي لي كانابي اللي راهم هنايا في الدخلة. هاهم ليكم بليزيور موديل تاع لي كانابي راكم تلاحظوا فيهم من لهنايا. هاهم كاينين في البوار، شحال تاع البوار وشحال خويا؟ 650000. 650000 برك. كوفري خويا. 650000، راكو تجولنا وراكو شفتوا. السعر الآن راهو جد جد معقول خوتي. والأرقام كيما قلت لكم تصيبوهم في أسفل الشاشة. نديروا جولة الداخل، نبدأ من هنايا عجبتني واحد لاشومبر. شخصيا عجبتني، هاي ليكم خوتي على اليمين هذه هي. شوفوا الله يبارك هذا لاشومبر. هذه واش بالبوا خويا؟ بوا أتر خويا. بوا أتر، واضح جدا. شحال دارت هذه؟ 19 ونص. 19 ونص، هذه على بالي راح يهبلوك عليها. ب 19 ونص اتصلوا بخونا ويتهلا فيكم ماشي مشكل. خوتي راك تشوفوا هنا أثاث المدينة، اعتبروه وكأنه أثاث ثقة، يعني هذو ناس مليح وناس طيبين وعندهم سلعة ثانية هايلة هايلة كيما هما، يعني ما شاء الله. لي صالون كاين؟ لي صالون كاين. السلام عليكم. نروحوا نطلعوا البرومي شوفوا لي صالون ثاني. شوفوا خوتي لي صالون هذا في الآل هذا. ألسن ألف لي كلاك.
ال سيمبل ال كليك الله يبارك. كيما هذا شحال دار؟ هذا دار 6 ونص خويا. 6 ونص ما شاء الله. دونك نطلعوا البرومي اللي حاب نشوف لي صالون. راني متحمس لي صالون نطلعوا مع بعض لو برومي. خوتنا الان رانا في الطابق الاول شوفوا ميم ليكسبوزيسيون في القليعه شحال هايله. هنا رانا عند اثاث المدينه ما زدنا عند اثاث المدينه في لو برومي ايطاج تاعهم. شوفوا هذا لاشوم شحال هايله شباب بزاف. هذه امبورطاسيون خويا لوكال اخي العزيز. هذه برودوي لوكال. هذا برودوي لوكال الله يبارك. ما عندي ما نقول ما عندي ما نقول في خدمه بلادي. شحال دارت هذه؟ دارت 16 اخي 16 مليون و500. والتوصيل كيف تساعدون في التوصيل؟ التوصيل والمونتاج مجانا على المحل مجانا في المدينه. الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. فكره تاع النقل والتركيب المجانيه راهي تعمم في القليعه والحمد لله يا ربي. هاي لكم ثاني شوفوا هذا الموديل تاع هذه الشومبر. ما عليكم الا ديروا ديكابتير وتعيطونا في التليفون حاجه سهله. شوفوا خاوتي لي شومبر على كل نوع ما شاء الله ما شاء الله. ليكسبوزيسيون بزاف هايله الله يبارك. ميم لي صالون خاوتي رانا نشوفوا هذه شومبر بور اونفون. بور اونفون خويا فيها المارو فيها البيضه. فيها المارو فيها البيضه. شحال دارت خويا؟ دارت 7 ونص خويا. 7 ونص ولي لي بسيمي وغزانة تاع ما شاء الله مرفوده على الارض. فيها دو بورت فيها تروا بورت الله يبارك. واللوح تاعها اتر خويا في الاتر بوا اتر اسعار جد معقوله ما شاء الله. هنا هذوما هذو امبورطاسيون شوم دو بو امبورطاسيون امبورطاسيون الناس اللي حبوا الزواقو كاع هاي لي ترك كاين لاشي. هذه هي تاع ترك شحال يديروا؟ ترك دارت 18.5 ولاشين دارت 11.5. فاش تنصح المتابعين تاعنا فاش تنصحهم في الترك ولا في لاشين؟ ننصحهم في زوج برودوي وحده وفي زوج فينيسيون ما شاء الله. الله يبارك بارك الله يبارك ما شاء الله. شوفوا خاوتنا امام البيرو تاع هذا لاشومبر شحال شباب هايل. فيه لانيش تاعو تقدر دير فيها بزاف صوالح بصح. شوف مالغري كو لامبورطاسيون تطور تطور لكن برودوي لوكال انسان يحل ليه بيان سور. حنا نشجعوا المنتوج المحلي المحلي بيان سور. شوفوا خاوتنا لي صالون كاين هذا الموديل ميم لا كولير هذه شابه الله يبارك. مثلا صالون كيما هذا شحال يدير هكذا في سات بلاص؟ 12 ونص خويا 12 ونص برك ما شاء الله. لي بي ات هذا لي بي كامل ات والكاركاس اون بوا بلون خونا الله يبارك. والقماش اونتيطاج ما شاء الله بدي طرونت اخي الله يبارك. وهذا الال هذا خويا شحال دار؟ ال دار 7 ونص فيه بزاف لي كولر اخي الله يبارك. سمع لا كولر اللي اللي حبوها اللي لويتها واللي حبيتها واللي تخيلتها واللي ايماجينيتها كاينه خويا ما شاء الله ما شاء الله. عجبتني هذه الطابله هذا الطابله في الدخله وسقسيتك قلت لك هذه لوكال ولا امبورطاسيون لفتت الانتباه تاعي. نعم اخي هذا طابل بزاف شابه دائريه شحال فيها من كرسي؟ 6 كراسه. 6 كراسه شحال دارت هذه خويا؟ دارت 10 ونص اخي. 10 ونص طابله 10 ونص بصح خويا اكد لي على حاجه برك. تفضل اخي اكد لي على انك تساعد المتابعين تاعك. ما كاينش مشكل خويا يزوروا محل اثاث المدينه ومرحبا بهم خويا. ساعدهم وتهلا فيهم. مرحبا خويا لي بايو. شوفوا هذا البايو شحال شباب. كاين بايو اونات خويا هذا هذا اتر هذا اتر طريب الفينيسيون في المارو وفيه في البلون فينيسيون هبال هبال ما شاء الله. هذا في البلون كاسي بالنوار يعني ما شاء الله و يديروا بليزير وكان يدوا فيزو ان شاء الله اونسومبل. هذا اللي حط لهنا هذا لاطابل انسان ذكي يعني اكسبوزيسيون هايله بزاف. بارك الله فيك خويا على هذا الجوله الممتعه ونشكرك على الاستقبال. مرحبا بكم خوتي. الله يعطيك الخير بارك الله فيكم خاوتنا. القليعه الله يبارك كامل من الدخله للخرجه تاعها راح ندير لكم فيها جولات. هذه الجوله الاولى كانت رائعه ومازال كاين جولات اخرى باذن الله. لي بالا خاوتنا زيدوا شوفوا محلات اخرى الان. بارك الله فيكم خاوتنا متابعينا الاوفياء. الجوله تاعنا مازال ما خلاصتش مازلنا نشوفوا في جديد ومازلنا درك خاوتي دخلنا في واحد المحل اللي تصيبوا فيه برودوي لوكال حتى انا ودهشت. سما تتجول في القليعه تكتشف تكتشف امور ما شاء الله في البرودوي لوكال. درك خاوتنا رانا هنا في هذا المحل واسمو المحل طاكي ديكو. ميم التسميه رائعه خاوتنا. شوفوا خاوتي فهمني خويا فهمني في هذا الامور اللي نشوف فيها هذه الامور الشابه. هذو تاع لي تيراس هذه تيراس بالكو جاردان الله يبارك. هذا بالباراسول هكا واش يجي فيها كاع هذا الونسوب واش يجي فيه؟ الونسوب هذا يجي فيه باراسول باراسول سوا 25 صح هذا دو سوما. قول قول سوما خويا باراسول 25 وكاين هنا كاين صالو جاردان صح القماش تاعو ابرمي تما يطيح عليه الشتاء ولا نورمال حاجه اكستيريور وهذا يا لوزي سينتيتيك سينتيتيك ستان بلاستيك سينتيتيك صح
بلوس طابل باس بلوس طابل باس في 4 بلاص شحال هكذا السومه شحال هذا 13 مليون 13 مليون 800 بيه بالباراسول لا باراسول وحده باراسول وحده 25 داكور اسعار معقوله خاوتنا ميم خاوتي الخدمه هايله ما شاء الله اروحوا زوروا لهنا خونا كي العاده راه بدات المدينه كنا نشوفوا فيه دركا احكي لي بار احكي لي اكد لي على حاجه راني نشوف لي برودوي يعني ما شاء الله الله يبارك ومام خويا الاستقبال تاعك هايل بزاف حاجه شابه لهنا فرقوا لي هو هو الاستقبال الله يعطيك الخير قول لي برك مثلا راني نشوف هذا 14600 هذا كيما راهو هكذا 14600 كي يجوك المتابعين تاعنا زيد تساعدهم شويه الله يبارك لي فيزون ديسپونيبل الله يبارك هذه هي اثاث ثقه راح تعطيك شغل يقول لك اون كارت دو فيديليتي ديريكتومون بلا ما تشري ما تجي لهنا يتهلاو فيك ويساعدوك يعاملوك مليح كيما هذه شحال دارت؟ هذه 6 مليون 700 6 مليون 700 هذه شابه امينه شابه بزاف شابه شابه هذه هايله الله يبارك خاوتنا حاجه تاع الاكستيريور هاي ليكم هذه 4900 يا خويا انا ساعدت المتابعين عليها خويا وين راهي؟ اي برا خويا وين راهي يا خويا خلي الناس تتمتع خلي الناس تشوف ها هذه يا خويا كاينه هذه 3 مليون 500 هاك 3 مليون فيها لي كولور ديسپونيبل 500 فيها الالوان فيها الالوان وحاجه لوكا خويا سما نخدم لك سور كوموند كما حبيت ما شاء الله نخدموا في الكرو ونخدموا في الديبال مام الكرو كاين مام الكرو كاين على كل حال الارقام اصحاب ايه سما تخدموا بي تو سي بي تو بي ثاني تخدموا مام مع الناس اللي عندهم بيزنس هكذا خويا الله يبارك راهو هنا يساعدكم خونا يا خويا بارك الله فيك على الاستقبال الله يحفظك ونشكركم جزيل الشكر على حسن الاستقبال وعلى هذا التوحه اللي كنتوا تخدموا فيها هنا واللوكال الله يبارك زيدوا ندخلوا المحل اخر خاوتنا محل اثاث سلسبيل هذا المحل خاوتنا راح تصيبوا فيه دي شومبر اون بواروج ميم لو اثر كاين لو اثر بواروج سبيسياليتي تاعو بواروج خاوتنا شوفوا الخدمه الله يبارك دي شومبر اللي شهيو خاوتنا سي فري كون المحل تاعنا اثاث ثقه فيه بليزيور برودوي بصح ما نقدروش نجيب لكم كاع لي برودوي هكذا خاوتي راكو تجوا القليعة تستفادوا علاقتنا بكم ما راهيش علاقة تاع بيع وشراء برك رانا هنا نوريونتيوكم نعطيكم افكار كيما هاد لاشومبر في النوار واعرة هذه شحال دارت خويا هذه شحال؟ هذه 13 ونص برك ب 13 مليون و 500 فقط وفيها المساعدة كي تجوا من على الله يبارك هاو يعطيكم معها سوم يوبوف ويساعدكم كي تقولوا جينا من عند اثاث الثقة خاوتنا جولة رائعة في هذا المحل أيضا والحاجة الشابة هي لو برودوي لوكال اثاث الثقة راهي لهنا باش تدعم المنتوجات المحلية واليد العاملة المحلية مام لي صالون أون إل عنده هو مام الإل راهو كاين كيما هذه الإل في البلو شحال دار؟ هذاك 6 ونص برك 6 ملايين و 500 تدي أن صالون في الإل بيان سير خاوتنا نروحوا لهنا يتهلا فيكم ما نشوف لهم دي كادو هكذايا هكذا خويا الله يحفظك خويا على حسن الاستقبال وعنده مام لهنا هنا ثاني تابع عليكم هكذا ها منا خاوتي الشيفونيير كيما راكم تلاحظوا فيهم لي بايو كاين كل خير كل خير ما شاء الله ما شاء الله مام الحاجه الشابه اللي هنا استقبال والنقاله بروبريتي كيما راكم تشوف ما شاء الله يا خاوتي الجولة كانت رائعة وراح نروحوا المحل بإذن الله اللي راح نختموا فيه نشكر خويا على حسن الاستقبال بارك الله فيك الله يحفظكم خاوتنا ومتابعينا الأوفياء كما يقول لك بدايتها مسك وختامها مسك رانا رجعنا لو بوان تاعنا اللي هو محل أثاث الثقة نتلاقاو إن شاء الله خاوتي في فيديوهات جديدة في محلات جديدة ثانية فيما يخص الأثاث المنزلي خاوتنا كان جولة رائعة عن جيراننا اللي ربي يحفظهم كامل وإن شاء الله خاوتي راح نزوروا محلات أخرى في الجزء الثاني ثاني تكون محلات رائعة وناس ثقة ما شاء الله ما تخافوش أي حاجة نبعثوكم لها كلكم هنيين نشكركم خاوتي على متابعة هذا الفيديو شوفوا الله يبارك أثاث ثقة قناة محبوبة حتى من الباساجي هكذا الناس يحبونا ما شاء الله نشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.